الطبيب السماوي يسوع أضر. ما أجمل هذه الآيات بص، أبونا. سمعت الطبيب الايه السماوي. طب الطبيب السماوي ينفع على انسان ام اله؟ الكلمه دي والتعبير ده يقصد بيه انسان ام اله؟ شفتوا؟ البشري ما يقدرش، لكن الطبيب السماوي يسوع قدر. ما أجمل هذه الآيات أبونا. ما أجمل رجليك يا بنت علينا يا بنت الزبال. ما أجمل هذه الآيات أبونا. اللي دخل نشيد الإنشاد هنا، اللي جاب نشيد الإنشاد هنا. بيتكلم أيضا عن أن المسيح حمل آثامنا في أشعياء نفس الإصحاح 53 وآية 6، يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، لكن الرب وضع عليه إثم جميعنا. ماشي، حط عليه خطايانا، فبقى الحمل الذي يسبح بخطايانا. الإله يا جماعة، الإله، صوت واضح، سمعني كتب لي خمسة. الإله يقول لك الإله حط عليه خطاياكم. انتوا عندكم خطايا، انتوا وحشين اصلا، انتوا يا وحشين، انتوا بتوع خطايا يا وحشين. ايوه، ام الإله بتاعهم، ايوه، ام واخد خطاياكم، ايوه، وام حطها عليه هو. ايه؟ حطها عليه هو. وبعدين ولا قبلين سر ان يسحقه هو، ايوه، وانتو خلاص بقى. ده اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو ازاي؟ لا، وبعد كده ام اصبح هو، ايوه، خروف، ايوه، واتذبح. يا الله، واتذبح، ايوه، تكفيرا عن خطاياكم. ايه ده؟